فضيحة مدوية في الانتخابات الجزائرية تهز الرأي العام الدولي والجزائر والشعب الجزائري. فضيحة تزوير نسبة المشاركة من 16% إلى 48%، حقيقة فضيحة. اليوم نحو فقط أعلن المرصد الجزائري إلى فتح تحقيق في عملية تزوير نسبة المشاركة ونحو إعادة الانتخابات. القوى الوطنية اليوم حقيقة هناك يعني زلزال كبير في القوى الوطنية ونحو إعادة الانتخابات في الجزائر. هذا هو يعني انتخابات يعني تبون وانتخابات، هذه الكل يعلم هذه الانتخابات. طبعا هذه الفضيحة الكبرى، لم نرى رؤساء دول أو اعتراف دولي بهذه الانتخابات إلا رئيس تونس طبعا قيس سعيد، وهو يعني كذلك سيزورها مثل تبون في الشهر القادم. ولكن حتى الرئيس الفرنسي يعني حث تبون أو السلطة في الجزائر إلى يعني توفير مناخ انتخابي. لم تكن هناك تهنئة كما يدعي وفق الإعلام الفرنسي، وفق المتكلم باسم الرئاسة الفرنسية. هناك غضب شعبي كبير الآن في الجزائر، وربما ستذهب القوى الوطنية إلى الحراك الشعبي، حراك 7 سبتمبر. هذه هي آخر الأحداث في الجزائر. طبعا السيناريو الجزائري ربما سيتكرر مع قيس سعيد، ولكن تونس ليست الجزائر وقيس سعيد ليس تبون، لأن الشعب التونسي رافض، لا يرافض لقيس سعيد، ولن يتمكن من تزوير نسبة المشاركة، لأن الشعب التونسي مقاطع وهو يجهز نفسه منذ شهرين أو أشهر عديدة لمقاطعة هذه الانتخابات، وعدم الاعتراف بصندوق قيس سعيد، وعدم اعتراف بقيس سعيد كرئيس ولا بسلطته غير شرعية. هذا هو ما يقوله الشارع التونسي، ليس لنا رئيس شرعي وليس لنا سلطة وسلطته غير شرعية. بينما في الجزائر تفاجأ الرأي العام الدولي والشعب الجزائري على تزوير هذه الانتخابات من 16% إلى 48%. العديد يتكلم عن الأموات في ارتفاع نسبة المشاركة، العديد يتكلم على إمضاءات مساجين، العديد يتكلم على قوات الأمن والدرك الجزائري والجيش وكبار السن. يعني هناك حتى الجيش في الجزائر ممنوع أن يشارك العملية الانتخابية. هناك عزوف كبير، النسبة تقول بين 16% وربما أقل، ولكن المرصد الجزائري يقول أن النسبة لا تتجاوز 16%. طبعا التبون الآن والجنرالات، لأنه للأسف في الجزائر الجنرالات هي اللي تتحكم، وشنقريحة هو اللي يتحكم في الوضع. اليوم تخبط كبير لدى تبون في هذه العملية أمام الضغط الدولي والضغط الشعب الجزائري، والقوى الوطنية الجزائرية تتحرك نحو الشارع وإلى إعادة الانتخابات في الجزائر وفتح تحقيق. هذا ما أكده مرصد الجزائري، ونؤكد كذلك أن لن يكون هذا السيناريو، يعني ربما تبون يعني تبون فاجأ الشعب الجزائري، ولكن نحن في تونس قيس سعيد الشعب الكل ضد قيس سعيد، ولن ينجح في تزوير نسبة المشاركة، لأن هناك مقاطعة شعبية بالإجماع، وعدم الاعتراف بصندوق قيس سعيد المزور الذي حقيقة يعني عمل الفضايح أكثر من تبون. طبعا هذه العزلة الدولية لانتخابات قيس سعيد وتبون اليوم تواجه رفض دولي ورفض شعبي كبير جدا. ربما قيس سعيد يعني يريد أن يفعل مثل تبون في تزوير نسبة المشاركة عبر بوعسكر من 10% إلى 38%، ولكن الشعب التونسي سيتصدى له بحراك 6 أكتوبر وبتوحيد الشعب التونسي وبالوحدة الوطنية. هذا هو الحال في الجزائر اليوم، يعني ربما تقول بامتلاك استفاقة القوى الوطنية في الجزائر نحو إعادة هذه الانتخابات ونحو يعني فرض انتخابات حرة وفتح تحقيق في ملابسات التزوير. عملية فضيحة كبرى، فضيحة رصدتها الصحف العالمية. لم نجد تهنئة من أي دولة لتبون إلا قيس سعيد، حتى الرئيس الفرنسي أكد ناطق رسمي باسم الرئاسة أنه لم يحدث تهنئة، ولكن هناك إشاعات خرجت على تهنئة ماكرون، ولكن هو ماكرون أو الجانب الفرنسي أكد حرص على فرض الصندوق وحذر من أي عملية تزوير. تبون وبوشنقريحة والجنرالات في الجزائر في وضع محرج جداً.
أمام هذه الانتخابات المزورة، وربما الشرعية لم تكن له شرعية في الشارع التونسي، في الشارع الجزائري والشارع يعني والمجتمع الدولي، كل التضامن مع كل القوى الوطنية. نحن في تونس جهزنا أنفسنا منذ شهرين لنفس السيناريو، لأنه ما يحدث في الجزائر هو سيكررها قيس سعيد، ولكن قيس سعيد مصطدم بواقع الشعب التونسي الذي جهز نفسه منذ شهرين. اليوم 80% من الشعب التونسي ضد قيس سعيد، ولن يمر عملية تزوير نسبة المشاركة. كل التضامن مع الشعب الجزائري في حق الشعوب في تحرير مصيرها، وفي استيراد الإرادة الشعبية، وفي حراكم حراك 7 سبتمبر القادم. وهذا هو، والسلام عليكم ورحمة